السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونصلي ونسلم على سيد خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يسعدني أني ألتقي بكم. أحب دايما نتذكر، نذكر بعضنا البعض، عايزين دايما نذكر أمجادنا ونذكر تراثنا ونذكر تاريخنا اللي هيفضل هو منير لنا العمر كله وهيبقى هو النبراس لنا العمر كله. قديما قالوا إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا علموا، فلما علموا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب الخير جمع. عشان دايما ننجو في الدنيا والآخرة، عشان ننجو بكل خير ربنا سأهلنا، عشان ننجو بثورتنا الطيبة الطاهرة المباركة، عايزين نعقل دايما. الناس عايزين نشوف تاريخنا. مشكلة ان الناس برا لعلهم يعلموا عن تاريخنا اكتر مننا بكتير. شوف تاريخنا كله الاسلامي، شوف اوروبا، امريكا ليس لها ذكر ولم يكن لها وجود عشان نبدأ نذكرها ونقول كانت فين واحنا فين. شوف اوروبا كانت بتعيش في الظلام الحالك الدامس، كانت بتعيش في الجحور، والمسلمين من 600 سنة كانوا بينوروا. شوف الكهرباء واكتشفوها امتى؟ ومن عهد قريب جدا. كانت شوارع عاصمة الاسلام والخلافة كانت بتبقى منارة طول الليل. شوف الكلام ده من 600 سنة او اكتر. شوف اوروبا كانت فين وكانت عايشة ازاي وكانت عايشة على ايه، عشان دايما هو ده الحصن الحصين اللي له ماضي دايما يحافظ عليه. اللي يضيع ماضيه وينسى ماضيه يبقى هيضيع حاضره ومش هيبقى له مستقبل. عشان كده هم دايما قلقانين مننا، واحنا لازم نبقى عندنا وعد الله حق ان ربنا هيعز دينه وهتكون الغلبة، لا بد ان تكون الغلبة للإسلام والمسلمين. ولازم بفضل الله عز وجل ان يكون لنا نورنا اللي سطع قبل كده هيسطع تاني، وده وعد الله ووعد الله حق لا يخلف ابدا. عايزين دايما نشوف وضعنا، وضعنا دايما مع اللي بيبص، الناس اللي بتبص للديمقراطيات اللي خلوها امثله تحتذى. احنا نشوف عندنا انتخبنا رئيس، وانتخبنا رئيس منتخب يقول لك ده نجح ب 51 و52%. نفس الناس بتكذب نفسها. طيب الرئيس ساركوزي خسر على بكام؟ ب 2%. في فرنسا كسب ب 52. الرئيس اوباما، مش دي الديمقراطيات العاليه اللي بيتطلعهم اللي هي مجنداهم ومشغلاهم وبيتكلموا باسمها؟ الرئيس اوباما كسب بكام؟ ب 51.5%. طيب اللي خسر قدامه، وساركوزي لما خسر طلعوا جاي على الامارات وعملوا جبهه خراب عشان يخربوا امريكا ويخربوا فرنسا، ويقعدوا لاوباما ولرئيس فرنسا الجديد انهم لازم يسقطوه، ده ما نجحش الا بواحد واثنين في الميه. بس زينا، ما احنا عندنا رئيس نجح بكده. بس الفرق الكبير قوي ان مجرد ما تظهر النتيجه بيعلوا مصلحه البلد والبلاد والعباد فوق كل شيء. انتهى، النتيجه ظهرت خلاص. عايزين دايما ثقافة قبول الآخر، دي عندهم مع الأسف مش عندنا. نجح أوباما ب 51.5%، اتهزم ساركوزي ب 2%، انتهى الأمر بمجرد إعلان النتيجة. كل الناس خلاص عايزة تعلي من شأن أمريكا، تعلي من شأن فرنسا، ولكن شوف عندنا كل واحد طلع على الإمارات عمل جبهة، وعمل جبهة في الداخل وجبهة في الخارج عشان نسقط الرئيس. ويطلعوا نفس الناس تكذب نفسها، ده ناجح ب 52 و51. طب ما عندك اوباما، مش ده القبلة بتاعتك؟ مش عندك فرنسا، مش ده القبلة اللي انتوا بتوجهوا اليها؟ ده ناجح ب 51.5، وده ناجح ب 52. بس مجرد اعلان النتيجة انتهى كل شيء. بقوا يعلوا مصلحة البلاد ومصلحة العباد ورفعة الوطن بقت عندهم أساس. احنا عندنا رفعة من الله، عندنا كمان لازم نكون بنعمل لله، ولكن دولت ليس لهم إلا أنفسهم. دولت كل واحد منهم عايز يبقى هو، ما بصش أبدا
كل زعماء وكل قوات جبهة الخراب كلها، كل واحد ما بصش لا خير للبلاد ولا للعباد ولا الناس، هو بيأسى على نفسه، ما طلعش هو الزعيم، يبقى يسقط كل ما هو دونه، يسقط مع الدولة. إسقاط الرئيس هو إسقاط للدولة، إسقاط الرئيس هو إسقاط لكل مقدرات مصر كلها. يبقى مش هنحيا، مش هنقوم، مش هنضنهض من صوتنا ونطلع من كبوتنا ابدا، ما دام هم عايزين الخراب والدمار عشان انفسهم لا غير. ودايما شوف العدو ما بيخافش الا من مصر، اسرائيل لا تعادي الا مصر، ما فيش حد تاني بتأبه بيه ولا عامله له حساب، لان سقوط مصر هو سقوط العرب كلهم، وعلوها وعلو شأنها هو علو لهم جميعا. الكلام ده ما بنقولوش زهو وفخر، لا، ده وعد من الله عز وجل، ده ميعاد الله لهذا البلد الطيب الطاهر الكريم المكرم على مدى الزمان والعصور بأنبياء الله الطاهرين المشرفين. شوف تاريخنا، عايزين نرجع لحاضرنا، عايزين نرجع لتاريخنا عشان نقيم حاضرنا وننظر إلى مستقبلنا. عايزين دايما عندنا أخلاقيات وثقافة قبول للآخر، لازم تبقى موجودة عندنا بإخلاص بضمير. ده اللي احنا عايزين نقوله، وندعو دايما لهذه البلد الطيب المبارك أن يعافيها من كل سوء، وأن يوفق رئيسها وكل من معه إلى خير البلاد والعباد، وأن ينجيه من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين. بنعود بحضراتكم لموضوع حلقاتنا، احنا بنتكلم عن الحالات الطارئة. بنتكلم عن الحالات الطارئة، وبيسعدني انني اتلقى كل اسئلتكم وكل استفساراتكم على كل الارقام اللي تبقى موجودة امام حضراتكم على الشاشة في موضوع الحلقة، وفي اي موضوع من موضوعات طب الاطفال نتكلم عن موضوع الحالات الطارئة، وازاي نبدأ نتعامل معاها على طول وبسرعة قبل ما نصل الى الطبيب او يصل الينا الطبيب فيتعامل معاها بعلمه ويتعامل معاها بالنظام الطبي الصحيح. ولكن احنا اما نبدأ نتدخل تدخل بسيط ممكن يقلل من المضاعفات، ممكن يقلل من كوارث كتير او ممكن تحصل بثقافات طبية بسيطة. احنا مش عايزين كل واحد يعمل دكتور ولا يكشف ولا يدي، لا، ده هيبدأ يتعامل مع الحدث انه هيبدأ مثلا طفل سخن، واحد كبير سخن، ابسط حاجة يبدأ ينزل السخونية. وانا في اخر الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على الارتفاع عن السخونيه اللي بنسميها الحمى، الارتفاع في الحراره. دايما عايزين نشوف ازاي اهم حاجه نبدا ننزلها، بس مش عايزين بالهلع اللي احنا بنشوفه عند الاباء والامهات. طفل سخن يعني كان حاجه رهيبه وقعت وكان مصيبه اصابت الناس، لا، دايما بنقول ان الارتفاع، وننبه دايما ان ده دايما الارتفاع ده انذار من الله عز وجل ان في تفاعل في الجسم، ان في تفاعل موجود، وان في تفاعل غير طبيعي موجود. ممكن يكون في التهاب، في تهتك في انسجه، في ميكروب، في فيروس، في فطر بدا ينشط في الجسم، او في اي بؤره بدات تنشط في الجسم، فيبدا يدينا الانذار بان يحصل في سخونيه. يبقى السخونيه في ذاتها مش هي الهلع اللي احنا بنشوفه ابدا، بنشوفه أبدا، مش عايزين أبدا نتعامل معاها بالخوف الفظيع اللي دايما بنطمن الناس عليه، وبنقول إن الحرارة دايما بمعدلاتها الآمنة ما بنقلقش عليها خالص، ولما بفضل الله يحصل إنذار شديد جدا منها بنبدأ ننتبه إلى أبعد حد، ويبدأ الخطة بتاعتنا بنسرع بيها قوي. دايما كنا بنروح في البحر عشان ينبهونا لارتفاع الموج، في عادي في رايه خضراء يبقى الموج كويس وامن تماما، طب حطوا لنا الرايه الحمراء نعرف ان في نسبه ارتفاع في الموج ممكن معاها ننزل، بس نبقى منتبهين نعرف ان في. اول ما يحطوا الرايه السوداء يعني ما ينفعش، معدلات ارتفاع الامواج بدات تفوق كل جهد، وتبقى كده بعد كده هتعمل مخاطر كبيره جدا لكل اللي ينزل او يحاول يستحمى او يحاول يواجهها. لا، ده انذار. وكذلك الارتفاع في عندنا ما يكون ارتفاع، كل ما يكون الارتفاع امن لغايه 39 مش عايزين نقلق خالص خالص، ونقول ودايما نقول ان ده انذار، وده دايما عامل ايجابي مش سلبي. الجسم بيقاوم
من المقاومة بتاعته ان ترتفع درجة الحرارة دي، ان نحس بسخونية. طيب ايه المشكلة؟ مفيش اي مشكلة مطلقا، طول ما احنا في درجات آمنة لغاية 39 ولغاية 39 ونص، اول ما يبدأ نوصل ل 39 ونص و40 هيبدأ الراية السوداء ترتفع، هيبقى الانذار هيبقى شديد جدا، درجة الفعل درجة رد الفعل هيبقى زي ما هو جديد في الجسم، لازم هيبقى رد فعلنا سريع جدا، عشان لان هيبدأ في مخاطر كبيرة بقى هتأثر على المخ وعلى مراكز المخ وعلى اعضاء حساسة في الجسم، هنبدأ ننزل وبسرعة جدا وبكل الحاجات اللي احنا عددناها وقلناها ازاي ننزل بسرعة. طيب لما يكون عندنا الطفل درجة حرارته 38 و 38 ونص و 39، كل ده ما فيش اي قلق، والام واب ما بيناموش وقلقانين، نقول لهم ما فيش مشكلة، الطفل كويس ولا لا؟ ممكن يبقى الطفل سخن 38 ونص وما الى ذلك واكتر من كده، بس عادي خالص، بياكل وبيشرب وبينام وبيقوم، نقول لهم سيبوه تماما، مش بياخد الدواء بتاعه، مش بياخد العلاج اللي احنا قلناه عليه، واحنا بنقدر الحاله. بنيجي في الحميات بنبقى مقدرين، في بعض الحميات عارفين ان الفيفر السخونيه ممكن تعلق 10 ايام، وفي حميات ممكن تعلق اسبوعين وثلاث اسابيع والمعدلات عاليه، وبياخد الدواء بتاعه، وبنقول ان الميكروب ده او الفيروس ده او اللي احنا مشخصين حالته الدواء بتاعته مش هتقل عن كده ابدا، عن 10 ايام، عن اسبوعين، عن 3. فمهما العيان كل يجي يقول سخن، العيان سخن سخن، نقول لا، بياخد علاجه واحنا ماشيين، والكيرف بيتكتب وبيترسم واحنا ماشيين صح، وبفضل الله عز وجل بعد مده 10 ايام بعد اسبوعين هنلاقي الفيفر دي نزلت، السخونيه نزلت، مش هتطلع تاني، ونبدا نطمن الناس. نبدا بنقول طول ما العيان قدامنا بيمارس حياته ما عندوش ألم شديد، نبدأ نتدخل وندي الأنتيبيوتيك اللي هو مخفضات، اللي هي بتبقى من ميزاتها أنها مسكنات، لما بنلاقي إن الـ دايما الفيفر دي عاملة انتربشن، عاملة للطفل أو للكبير بدأت تعمل له أحوال ألم شديد جدا، مش قادر ياكل، مش قادر يشرب، مش قادر ينام، فبنبدأ نديها. مش لازم يبقى الطفل كويس وهادي ومفيش مشكلة، بس سخن شوية مفيش مشكلة أبدا، ده رد فعل حميد للجسم ورد فعل طبيعي لجسم بيقاوم مرض أو مكروب أو نشاط أو بؤرة نشطة في قلبه في داخل الجسم، مفيش إنسان يقلق من كده. نبدأ ندي المخفضات، الناس تبدأ تدي مخفضات لدرجة إنها تسمم العيل، حتى أكتر المخفضات آمنة أمنا وبنديها للأطفال من عمر يوم اللي هي الباراسيتامول، بنبدأ نديه، تلاقي الناس بدأت تديه، تقول لك أنا بديله كل ساعة، وأنا بديله لدرجة ما توصل لدرجة تدي جرعات تبقى سامة للطفل، لأن في حدود لكل دواء، حتى الباراسيتامول له جرعات ممكن نوصل بيها لدرجات انه يبدا لدرجه تسمم، يبدا يسمم الجسم، ممكن يبدا بعد كده ياثر على الكبد، ممكن يدخل المريض في حاله اسوأ من اللي هو فيها 100 مره بكتير جدا، مجرد اننا نوصل للجرعه السامه، حتى لو كان لاكثر الادويه المخفضات امنا اللي هي الباراسيتامول بكل اشكاله وكل مركباته. نقعدش ان الام تقول ده انا بديله كل ساعه، ما ينفعش، عشان ايه؟ هي كام؟ استي كام؟ 38 38 ونص 39، ما ينفعش، ما بنديش الا لو الطفل عنده قلق، عنده تعب، بيشتكي من الم، بنبدا ندي في فترات، وبندي على جرعات اللي احنا بنحددها، الجرعه تبقى موافقه لوزن الطفل، وبتبقى الجرعات ما نتعداش اي الجرعات المسموح بها على مدى 24 ساعه ابدا، عشان ما ندخلش العيل يبقى عنده يا دوبك التهاب في الجزء العلوي، التهاب في الحلق، التهاب في اللوزتين، ونبدا ندخله في تسمم والعياذ بالله من المخفضات. فبنقلقش ابدا ابدا، وبنبدا نخفض الحراره بكل الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده وننبه لها، نبدا نخلي الجو هاوي حوالين الطفل كله، ما نبقاش كاتمين عليه وقافلين عليه. نبدأ نعمل له كمادات على الإيدين وعلى الرجلين، وبالمية الفترة العادية الموجودة من مية الحنفية، ما
نحط الكمادات على الايدين وعلى الرجلين وعلى الجبهه، ونغير كل 10 دقائق لربع ساعه بنغيرها. ممكن نعمل كمادات ثلج في درجات الحراره العاليه. كل ده اللي بنعمله، بنبدا ندي سوائل بتقلل الحراره، بعد كده بنبدا نستعمل الادويه سواء عن طريق الفم او عن طريق الشرج او عن طريق الحقن. كل الدواء حسب مستوى وحسب قابليه الطفل او قابليه الانسان الكبير. ممكن السخونيه تعمل احتقان جامد في المعده، ما سخونيه وتلاقي اي حاجه بياخدها بيرجعها، فنبدا ندي عن طريق الشرج، ندي البوس او ندي عن طريق الحقن، نبدا ندخلها في وندخلها في 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 المستويات الامنه. مش لازم اما نزل لازم تنزل لغايه 37 او 37 ونص والكلام ده اللي هي الدرجه الطبيعيه، لا. صعب ان الجسم يبقى في حاله مرضيه وفي حاله نشاط وفي باثولوجي وفي نشاط داخلي انه يوصل للدرجه العاديه ويستقر عليها. حتى لو نزلناها يقول لك نزلت وطلعت تاني، ده شيء طبيعي. مش عايزين قلق ابدا، كل اللي احنا عايزين نتعامل معاه اما نكون قبل الدكتور ما يجي نبدا نخفض بالحاجات الطبيعيه اللي حوالينا، بالاجواء اللي حوالينا، بالكمادات، بالسوائل، بنبدا المخفضات العاديه بنديها بالجرعات اللي هي ما تزيدش عن وزن وعن اللي مخدره للمريض على مدى اليوم الواحد. ده اللي اتكلمنا عن الفيفر وبنقوله دايما وبننبه بيه ودايما نهدئ من روع الاباء والامهات ان ده السخونيه ديت علامه صحيه، والسخونيه دي بتدل على مقاومه الجسم، وطول ما هي في الحدود الامنه ما بنقلقش، انما اول ما تبقى 40 وفوق ال 40 ده اللي لازم انذار خطر رهيب، ولازم تنزل في اسرع وقت وباسرع ما يكون وبكل السبل. علشان كده هنبدا ناثر بقى على اعضاء حساسه جدا جدا في الجسم اللي ممكن تعمل لنا مشاكل، ربنا يعافينا ويعافي اولادنا منها جميعا. عايزين نتكلم على حاله تانية، حاله القيء والاسهال لما يجي الطفل فجاه. اول ما يجي الطفل فجاه عايزين اول حاجه بنحب نقولها في القيء والاسهال انه طبعا انه يكون قيء مرضي ويكون الاسهال ده اسهال مرضي. الاقي الام جايه بتقول الولد اسهل، اول حاجه بنسال عليها على طول المعدل الطبيعي بتاعه قد ايه؟ تقول لك بيعمل مرتين في اليوم، بيعمل ثلاثه في اليوم. طب فين الاسهال؟ اصله بقى سايب، يعني مجرد ان القوام ولكن العدد ما زادش. نقول لها لا، بفضل الله ما فيش مشكله خالص، ده ما وصلناش لدرجه اسهال ولا اسهال مرضي، ده ممكن يدوبك عشان طبيعه اكل خده، نوع جديد من الاكل، حصل اي زياده في حركه الامعاء، فبدأ الأكل ينزل بدري قبل ميعاده بشوية، إن كان بيقعد مثلا 5 لـ6 ساعات بدأ ينزل بعد ساعة وساعتين، فبدأ ينزل في الصورة السائلة. وأما ينزل في الوقت ده هيبقى شكله غريب، لأن ما امتصش منه كل الحاجات اللي بتمتص، تبدأ الأم تقول لا ده لونه أخضر، ده لونه أصفر، ده في أشكال، تبدأ توصف ألوان وأشكال مش متعودة عليها، طبعا عشان نزل قبل وقته. كل ما كان يقعد الوقت بتاعه في الامعاء الدقيقه او الامعاء الغليظه كل هيمتص منه حاجات كتير جدا، نزل قبل الامتصاصات دي، فنازل ولسه شكله مش طبيعي لان لم يمتص منه حاجات كتير جدا المفروض كانت تمتص لو انه قعد الوقت الطبيعي. لسه ما دخلناش كده خالص، انما اول ما العدد يزيد مرتين لاربع مرات عن الطبيعي ويبقى سايل سايل تمام، بحيث ان الاسهال ده نلاقيه فعلا مالي الدايبر او البامبر، او لو الطفل بيقعد بيعمل في اي اناء بياخد شكل الاناء. الطفل بدا كان الطبيعه بتاعته 2 بدا يعمل 4 و5 وبدا سي، لا ده دخلنا هنا في اسهال مرضي، ده اسهال مرضي ما فيش حد هيختلف عليه. وكذلك القيء، الام دايما تيجي تقول لك الولد بيتقي، نبدا نقول ده هل ده قيء مرضي ولا لا؟ ودايما نقول للام الطفل حصل له إسهالة مرة واحدة، قيء مرة واحدة وانتهى، ده شيء مالوش أي قلق عندنا، ده وضع رد فعل ممكن يكون عند أي طفل لأي سبب غير أن يكون حالة مرضية، مش عايزين أي قلق. نتكلم هو على الإسهال بنتكلم على القيء، نبدأ نقول للأم نشوف ده قيء ولا أوفر فيدنج اللي بنسميه القشط. الأم تقول كل بيجيب كتير، بيجيب إمتى؟ اللي بيجيبه ده وبيرجعه بيجيبه، امهات تقول لك لا بيجيب بعد الرضعه. طيب بعد الرضعه ممكن يكون ده اكتر سبب للقيء، خصوصا في اول 3 شهور
على الإطلاق هو الأوفر فيدنج، الأم بترضعه أكتر من حجم معدته، فالطبيعي إن هو يبدأ كل الزيادة دي يجيبها، وده عملية صحية كده. دايما نقول للأم ما تتمديش واعرفي المتوسط الطبيعي بتاع زمن رضاعة الطفل وما تطوليش عنها، عشان الطفل ما يبدأش يتآية والأم تقلق أو يقولك ده بيجيب من الأنف من المناخير، عادي ما في فتحة من الحلق، فتحة على الأنف من فوق مع الضغط ممكن يطلع من الأنف القيء أو اللبن اللي نازل، وما فيش فيه أي قلق مطلقا، ده شيء طبيعي. ومع الفتحات والتركيبة التشريحية بتاعة الحلق مع خلفية الأنف ما فيش مشكلة فيه. فنبدأ نقول ده طيب طفل بيجيب شوية، ولكن بفضل الله بعد كده بنقول إن ده زيادة في الرضاعة، وده بنقول عليه أشر. لا الطفل بقى بدأ يجيب كل اللي بياخده، ولا يجيب كميات كبيرة جدا، وبقى القيء منظره مش طبيعي، وبدأ يجيب كمية لدرجة ان هو فعلا بنحس ان الطفل حتى بعد ما بطنه بتفضى بيحاول يتقيأ، يقول لك حتى عمال يتقيأ على الفاضي وما بيجيبش حاجة. لا احنا دخلنا كده في قيء مرضي ما نختلفش عليه. كل اللي احنا بنتكلمه النهاردة، لان بنتكلم على النزلات المعوية ان شاء الله يجي لها وقتها، واحنا داخلين على فصل الصيف اللي هو الموسم النزلات المعوية، واعلى حاجة بنشوفها واكتر الامراض اللي بنشوفها، وطبعا خطرها شديد جدا على الاطفال. ونلاقي تاني سبب بعد التهابات الرئوية في اعلى معدلات وفيات على مستوى العالم الاطفال هي النزلات المعوية. دخلنا في قيء، بقى القيء مرضي واثبتنا انه مرضي. الاسهال بدأنا الأم مع الكلام اللي بنتقوله، مع التاريخ الحالة المرضية للطفل وبنسأله وبنسأل الأم والأب عليها، بنقول إن ده إسهال مرضي ما فيش فيه خلاف. طيب كل اللي بنتكلمه النهاردة في حالة طارئة، إيه اللي الأم تعمله قبل ما تصل للطبيب عشان يبدأ يقول لها ويشخص لها ويديها الحاجات اللازمة للحالة حسب حدتها وشدتها؟ إن دايما بنقول النزلات المعوية إحنا بنسابق الزمن فيها. الطفل لما بيدخل في نزله معويه بما تتخيل جايز كل الناس اللي عهدت وشافت قد ايه الطفل بيبقى مفتوح، دايما يقولوا من فوق ومن تحت زي الحنفيه بالظبط، بيجيب كميات غير عاديه. والاول ان كان بيفضي اللي في بطنه، بيفضي اللي في الامعاء عنده من فوق عن طريق الاسهال او عن طريق القيء، نبدأ نلاقي اللون بعد كده بدأ يتغير لدرجة ان الطفل بيجيب حاجة كأنه بيجيب مية من حنفية. طب ناخد الاتصال ده ونكمل مع حضراتكم. اتفضل يا فندم. انا عندي طفل يا دكتور عمري 7 اشهر. اتفضل يا استاذ. ايوه يا دكتور. اتفضل يا فندم. عنده طفلة 7 اشهر. اي فندم. منعت الرضاعة نهائي من الام. منعت فجأة ولا بالتدريج كده؟ لا لا فجأة مرة واحدة. طيب والام اللبن موجود في صدرها وكل حاجة؟ موجود بس رفضته خالص اساسي يعني. وما كانش فيه مشاكل في حلمه الصدر ولا اي حاجه عند الام؟ لا كان في الاول لانها كانت بكريه لسه يعني، كانت اول. ايوه. وفي سبب تاني اللي هو رجلها بتعرق جدا يا دكتور من تحت. طب بتعرق رجلها الاثنين يعني؟ الاثنين اوفر قوي يعني جدا جدا. طب في الاوقات العاديه ولا وهي بترضع وبتعمل مجهود؟ لا هي نايمه، هي نايمه حتى. وهي نايمه. وهي نايمه. طيب وعملتوا ايه بعد ما الرضاعه وقفت تماما دلوقتي عند الام؟ واقفه عند الام دلوقتي بقى لها اكتر من 10 ايام. طب بداتوا تدوها لبن صناعي ولا لسه؟ لا لا لبن بقري عامه. يعني مش ما دخلناش في الصناعات. لبن بقري. ايوه. طيب والبنت يعني استقرت عليه كده دلوقتي؟ هي بتاخد وجبات اللي هي الوجبه اللي هي اللبن ديت، وبعد كده بقى في بنطعمها حاجات اكل ثاني، بسكوتات، حاجات ثانيه يعني. بتاخد اكل خارجي؟ ايوه. طيب ماشي يا استاذ، انا هرد على حضرتك وهنبهك قوي عشان حكايه اللبن البقري اللي حضرتك بتقول عليها. ماشي يا فندم. طبعا الاستاذ طارق بيقول طبعا بتحصل في اطفال في بعض اسباب ممكن تمنعهم عن الرضاعه، لو في مشاكل في حلمه الصدر، لو في التهابات، كل الكلام ده ممكن، وممكن بدون اي سبب نلاقي الطفل امتنع عن الرضاعه من الام. طبعا احنا بنيجي ونحاول للام مع نخليها تعمل كل المحاولات، تديله وهو نايم ان شاء الله رضع الصبح ورضع بالليل، ممكن الطفل يبقى مش مركز. وفي طفل بيمتنع بصوره وعنده احساس رهيب، مجرد ان ياخد حلمه الثدي تلاقيه فاق وسابها ولفظها من الفم،
خلاص بعد ما بنقول للأم حاولي واستعيني بالله واصبري عشان ما نضيعش لبن الأم اللي ليس له مثيل، ملوش مثيل أبدا، ولا هنلاقي له بديل في الدنيا كلها، مش هنلاقي أبدا حاجة تعادل أو تماثل لبن الأم بتركيبته بفايدته بعظم شأنه وبسهولة استعماله من الله عز وجل. بعد الأم خلاص بتاخد كل المحاولات وبنحاول معاها حتى لما نبدأ ندي للطفل وجبات خارجية أو منها اللبن الصناعي نقول لها برضو حاولي حاولي باستماتة وتدي إن شاء الله ياخد رضعة الصبح ورضعة بالليل، إن شاء الله إن شاء الله يكون بأقل حاجة ياخدها كل ما ياخد ده فايدة. ومع ذلك في أطفال بتمتنع تماما. طبعا الاستاذ طارق بيقول عليها البنت عندها 7 شهور وامتنعت وبدات المشكله والخطا اللي بيعملوه انه بيدوها لبن بقى، احنا بنقول ما بنديش اي لبن طبيعي غير على الاقل بعد سنه. بعد سنه ومهما نخففه هيفضل بنفس تركيبته. بنقول للاستاذ طارق ان كل المؤتمرات اللي في العالم كلها بتتمسك ان ما فيش طفل ياخد لبن طبيعي الا بعد سنه، وفي ناس كتير تقول لا بعد سنتين، فاحنا بناخد بالاقل عشان الناس ما تزعلش، واقل القليل اننا ندي بعد سنه كامله. طيب وليه والناس قلقانه من ايه؟ طيب اللبن الصناعي كله جاي من اللبن الطبيعي، ولكن بيدخل عليه يعني تعديلات كبيرة جدا وجهد رهيب وأبحاث كبيرة قوي عشان يكون أقرب ما يكون في التركيب الكيفي مش النوعي للبن الأم. محدش يقدر يجيب تركيبة زي لبن الأم مطلقا، ولكن أبسط حاجة بيعملوها إنهم يخلوا المكونات اللي موجودة اللي بياخدوا اللبن الصناعي تكون بنفس التركيزات ونفس الكميات ونفس العناصر اللي موجودة في لبن الأم، وده يبقى مناسب للطفل. اللبن الطبيعي بنديه للطفل بتركيبة تنفع، دايما نقول تنفع لنمو جسم حيوان وعقل حيوان، فاحنا دايما نقول لك ما ينفعش نديه الطفل، الإنسان مش يبدأ يتكيف معاه بطبيعته غير على الأقل بعد سنة، ولكن قبل سنة يا أستاذ ما ينفعش ندي لبن طبيعي أبدا. تقول بتخففه بيفضل بنفس تركيبته بنفس مكوناته بنفس تركيزه، ما فيش إلا إنك بتزوده شوية مية، ولكن الأمان. وما نقولش أبدا، يقول لك إحنا طول عمرنا بندي، طيب ما طول عمرنا وكان في جهل وما كانش في علم وكان بيحصل مشاكل كبيرة جدا، فإحنا بنخاف على جسم الأطفال على مخ الأطفال، فنديش لبن طبيعي غير بعد سنة على الأقل، ندي لبن صناعي، ولبن صناعي يبقى مناسب لعمر الطفل. عندنا ألبان بتتاخد في أول 6 شهور، وألبان اللي هي رقم 1، وألبان رقم 2 اللي بتتاخد بعد 6 شهور من 7 شهور زي الإيه البنت اللي عند الأستاذ طارق، عايزين نبدأ نجيب لها لبن صناعي ودايما الأمر ده مهم جدا جدا. ويبقى اللبن الصناعي ده هو أساس غذائها. أما بنبدأ ندي وجبات خارجية مفيش مشكلة، بعد 5 أو 6 شهور نبدأ الناس تسمح بأن نبدأ ندخل وجبات خارجية، ولكن الوجبات الخارجية دي لازم تكون مقننة ولازم تكون مجهزة خصيصا للطفل. ما ينفعش طفل نقول ياكل معانا غير بعد سنة على الأقل عشان يبدأ ياكل من الأكل بتاعنا، ولازم يكون الأكل برضه صحي وخفيف ومناسب للكبير قبل الصغير. ولكن احنا بنقول للأستاذ طارق إن البنت لازم تاخد لبن صناعي ونوقف اللبن البقري اللي بتاخده على طول، ده مهم جدا. وبعدين الأكل اللي هتاخده بعد كده هيبقى أكل مجهز وبسيط ويبقى مجهز خصيصا للطفلة، ونبدأ نزود نديها وجبات جنب اللبن اللي هو بنعتبره أساس للطفل. بنرجع لموضوعنا بنتكلم عن القيء والإسهال. طب إيه بقى، شخصنا إن ده قيء وده إسهال، إيه اللي الأم تعمله بسرعة جدا علشان الطفل ما يبدأش يدخل في درجات الجفاف اللي ممكن تتطور مع الطفل وتدخل في مشاكل كبيرة جدا؟ عايزين أسهل وأيسر، وشيء اللي يبقى موجود أكتر حاجة عايزها الأم تعملها، عايزين نعوض اللي بنقول عايزين نعوض الطفل السوائل اللي بدأ يفقدها. احنا بنقول لسه بنقول إن الطفل يفضل يجيب لدرجة ما بيجيب مية كأنه بيجيب مية من حنفية، والأم تعجب ولد بطنه فاضي بيجيب منين؟ هي دي المشكلة، إن بدأ يسحب من
الخلايا السوائل اللي في داخل الخلايا الانتا سيلولار يبدا يسحب الميه ديت، دي اللي بتعمل اختلال في الايونات وتبدا تبوظ وممكن تعمل لنا مشاكل في كل الاجهزه الحساسه في جسم الطفل، وده اللي بيسبب وفيات عند نسبه كبيره جدا من الاطفال في النزلات المعويه. عايزين اول حاجه نبدا نعوض السوائل دي بسرعه جدا. الطفل بيبقى ملهوف جدا وفي درجه حيويه عاليه قبل ما يدخل بعد كده في درجه خمول رهيب وضعف عام. نبدا نديله سوائل. اكتر حاجه واهم حاجه نبدا نديله محلول الجفاف. محلول الجفاف من الاكتشافات العظيمه، يعني بيقولوا ان اعظم اكتشاف بعد البنسلين هو محلول الجفاف. تركيبة بسيطة ولكن ممكن توقف لوحدها القيء والإسهال وتبدأ تعمل وتجبر كل الإلكترولايت إمبالانس للاضطراب في الأيونات اللي حصل من فقد السوائل الفظيع اللي احنا بنشوفه قدامنا في القيء والإسهال. أبسط حاجة الأم كيس المحلول، وبقى رخيص جدا وبسيط جدا، بتحل الكيس على 200 سنتي وتبدأ تديه للطفل بالمعلقة أو بالكوباية حسب ما ياخد، وياخد أي كميات هو عايزها. لو ان الطفل لسه في الاول وبسيط بنديله 15 ل 20 معلقه لكل مره قيء او اسهال. طب الطفل ملهوف لدرجه ممكن ياخد بالكوبايه، ياخد كيس واثنين وثلاثه وعشره. اول حاجه بنوقف بيها وبنعوض بيها سوائل الجسم، وممكن نشوف رد الفعل ان ممكن بفضل الله نلاقي الاسهال اتحد والقيء اتحد. طيب ما اتحدش بس احنا بنعوض، الطفل ما دخلش في جفاف، ما دخلش في ضعف عام، ما دخلش في الكلام ده كله، هنبدأ بعد كده نتدخل ويكون الطفل وصل للطبيب أو الطبيب وصل للحالة المرضية، هيبدأ نديله حاجات اللي بتساعد على إنها توقف القيء، الحاجات اللي بتقلل حركة الأمعاء وتبدأ توقف الإسهال، ودول هيساعدوا معانا. بس هنلاقي الطفل محصن بإن كل ما يفقد سوائل بندخله مكانها، هو ده اللي يهمنا، مهما يجيب وياخد دي علامة صحية. وده اللي احنا عايزينه من الاباء والامهات، وهو ده الاسعاف الحاله الطارئه عندنا. بعد كده هنبدا نديله حاجه توقف القيء، سواء عن طريق الفم، عن طريق الحقن، لو في مكروب هنبدا ندي مضاد حيوي مناسب، لو ان نقول ان في مكروب بكتيري فيروس مش هندي مضاد، نبدا ندي حاجات تمسك بفضل الله بطن الطفل، كده وقفنا القيء، وقفنا الاسهال. بس الاهم حاجه عملتها الام او الاب ان دايما عوضوا السوائل المفقودة اللي هي سبب الخطر كله. وصلنا كده بيكم لنهاية حلقتنا النهاردة، ولأن نلتقي نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.